دائما مشاهدينا في ملف المؤسسات الناشئة وفي الحدث والمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، أسعد اليوم باستضافة كل من صاحبتي مشروع المؤسسة الناشئة أكوا بلوم أمال واتفل. أهلا وسهلا، وترافقها أيضا لإثراء هذا النقاش رانيا بوقفة. أهلا وسهلا. شكرا أستاذ على الاستضافة الطيبة. بوقفة رانيا، خريجة جامعة باتنا واحد، ماستر دو أمن غذائي وضمان جودة، صاحبة مشروع أكوا بلوم لتصفية المياه المستعمرة، حاملة علامتي مشروع مبتكر وبراءة اختراع وعلامة تجارية مسجلة. طيب بالنسبة لك أمال. مساء الخير، وجه الأمال، مهندسة تكنولوجيا تغذية، المديرة التنفيذية لتكنولوجيا في مشروع المؤسسة أكوا بلوم، صاحبة براءة اختراع أيضا وعلامة مشروع مبتكر. مرحبا بكما اليوم معنا. طيب نتعرف على هذا المشروع، مشروع المؤسسة الناشئة أكوا بلوم، وما هي الأهداف التي جاء من أجلها؟ مشروع أكوا بلوم هو عبارة عن مشروع لتصفية المياه المستعملة، تحديدا موجه لمصانع الغذائية، يعتمد على استرجاع وتثمين المخلفات العضوية لهذه المصانع وبعدها تحويلها إلى مادة مصة، من بعد تساعدنا في التصفية للمياه اللي تستخدم في هذه المصانع في حد ذاتها. نعم، ربما كيف جاءت الفكرة من أجل إنشاء هذا المشروع الذي يهدف إلى إعادة تطهير المياه المستعملة؟ هي الفكرة كانت حول استرجاع نفايات الخضر والفواكه التي تنتج من طرف المصانع الغذائية، بعدها بعد الأبحاث، لأنه رانا نشوفوا تصفية المياه المستعملة نستخدموا مواد كيميائية، من هنا جاءت فكرة تصفية المياه بمادة عضوية، مع أنه رانا نملك المواد الأولية بكثرة. نعم. من جهة تصفية المياه ومن جهة التقليل من النفايات. نعم، هذا يعني يدخل في إطار تحقيق الأمن المائي ربما. نعم، تحقيق الأمن المائي، حماية البيئة، وأيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذا تحقيق فكرة الاقتصاد الدائري. طيب رانيا، نتحدث الآن عن مشاركتكما في هذا المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، وماذا يعني ستكسبان من خلال هذه المشاركة؟ طيب، كان لنا الحظ أنه شاركنا في هذا البرنامج جرين تك. برنامج جرين تك هو برنامج منظم من طرف التعاونية الألمانية ووزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة، الذي في بداية البرنامج كان افتتح التسجيل الإلكتروني عبر فورميلار إلكترونيك، سجلنا وكانت المشاريع حوالي 200 مشروع مسجل، بعدها تم التصفيات الأولية إلى 25 مشروع، ثم تصفيات النصف النهائية ل 15 مشروع اللي قمنا بالمشاركة في مؤتمر المؤسسات الناشئة لإفريقيا. نعم، ربما أمال، تم عرض هذا المشروع خلال هذا المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة. كانت البارح أجل التصفيات أو بالأحرى النهائي ل15 مشروعا مشارك في هذا المشروع البروغرام جرين تك. كان لنا الشرف أنه نقدموا العروض الأخيرة تاعنا قدام لجنة تحكيم كانت في المستوى. تمكننا ثاني من خلال هذا المؤتمر أنه نعرض الفكرة تاع المشروع تاعنا على أطراف فاعلة في مجال مؤسسات ناشئة جزائريين وأيضا من مختلف أنحاء إفريقيا. نعم، المؤتمر شهد محاضرات وحتى أشغال، هل شاركتما في هذه الأشغال وحتى المحاضرات بالنسبة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة؟ هي البداية، شاركنا في التكوينات التي نظمت من طرف برنامج جرين تك الذي نظمته حاضنة برينكو. كانت البداية بمخيم لمدة 3 أيام هنا بالجزائر العاصمة، تلتها تكوينات وورشات من طرف خبراء ومكونين وطنيين وحتى دوليين، وكانت ورشات في القمة ذات جودة عالية.
بعدها جاءت المرحلة الأخيرة اللي هي كانت الأمس لعرض المشاريع أمام اللجنة المختصة، وكانت لجنة دولية في مؤتمر إفريقيا للمؤسسات الناشئة. كذلك اليوم احنا شخصيا شاركنا في الاكسبوزيسيون، يعني عرضنا المشروع نتاعنا، شاركنا في لي بانال في الورشات. كذلك كانت فرصة انه تلاقينا وتبادلنا الخبرات، وحتى نطمح ان شاء الله لتوسعة الشراكات مع دول إفريقيا. نعم، كيف وجدتم الآراء بالنسبة لهذا المشروع؟ في الحقيقة تفاعلنا مع بزاف طلبة ومع بزاف أصحاب مؤسسات ناشئة جزائريين وغير جزائريين. نعم. الآراء كانت جيدة وكانت جد طموحة ومتفائلة بواش راهو جاي، لأنه ماشي ديما، أو بالأحرى ماناش متعودين أنه يكونوا هكذا مؤتمرات في الجزائر تجمع بين إفريقيا كافة وحتى بفاعلين من خارج إفريقيا، أوروبا وغيرها. كانت الآراء جد إيجابية، وكان أظن أنه النتائج حتكون أيضا إيجابية. نعم، هي المشاركة ليست الأولى بالنسبة لكما، شاركتم ووصلتم إلى نهائيات مشروع جرين تاك للمؤسسات الناشئة. يمكن أولا التعريف بهذا المشروع جرين تاك، وكيف كانت أيضا المشاركة بالنسبة لكما؟ برنامج جرين تاك هو برنامج منظمة من طرف التعاونية الألمانية. نعم. بالشراكة مع وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة للجزائر. هذا برنامج يهدف إلى تطوير التكنولوجيا الخضراء، اللي هي كل المشاريع التي تخص البيئة. تم فتح 5 ميادين، اللي هي حماية البيئة، التخفيف من آثار المناخ، الطاقات المتجددة، استرجاع النفايات واللي هي تثمين النفايات، والمدن المستدامة. هذه اللي كانت الميادين التي طرحت، وتم اختيار مشروعنا ضمن ميدان حماية البيئة. نعم، ووصلتم إلى النهائيات. نعم، وصلنا إلى النهائي بعد فتنا على 3 مراحل. نعم. المرحلة الأولى هي المخيم التدريبي هنا بالجزائر العاصمة. كانت تكوينات حضورية، تكوينات وورشات من طرف المكونين. بعدها كانت مدة الفترة الثانية كانت لمدة 3 أسابيع. 3 أسابيع كانت أونلاين، يعني عن بعد، وكانت كذلك مع مختصين وخبراء دوليين، وكانت في العديد من الميادين، مثلا التسويق، كانت في إدارة المشاريع، الكوميونيكيشن يعني كيفية التواصل، كيفية إلقاء المشاريع، كانت في الدراسة المالية للمشاريع. والجميل في الامر في هذه الورشات كانت ورشه جد جد مميزه، اللي هي الالتقاء مع مستثمر، دولي اللي قام في الورشه، يعني نعطينا كيفاش نقنعوا المستثمرين بالمشروع نتاعنا. وكان هذه الورشه كانت خصيصا تحضيرا للمؤتمر المؤسسات الناشئه في افريقيا. نعم، ربما في هذا السياق نتحدث امال عن اهميه المشاركات في المؤتمرات الدوليه وحتى ذات البعد الاقليمي افريقيا. أظن أنه إذا راح نحكي على أصحاب المؤسسات الناشئة اللي راهم هذا وين بدأوا، أظن أنه هي فرصة مميزة جدا المشاركة في مثل هذه المؤتمرات، سواء على البعد الوطني ولا على البعد الإفريقي والدولي، لأنه راح يتمكنوا من أنهم يشاركوا الخبرة تاعهم أولا، ويستفيدوا من الخبرة، راح يقدروا يتشاركوا بلاك الآراء أو نقاط المشتركة اللي يقدروا يتعاونوا فيها كمؤسسات ناشئة ولا حتى كدول. راح يتعرفوا على السياسات اللي راهي كي تمشي بالنسبه للمؤسسات الناشئه في مختلف الدول، واظن انه هذا راح يخلق كما نقولوا ايكو سيستم باش تزدهر اكثر سياسه المؤسسات الناشئه. نعم، فيما يخص مشروع المؤسسه الناشئه الذي شاركتم به في المؤتمر الافريقي للمؤسسات الناشئه، هل وجدتم ربما فكره مشابهه خلال هذا المؤتمر، او شخص يعني مر عليه او مرت عليه هذه الفكره وهذا المشروع؟ نعم، بالطبع في مجال المياه وجدنا العديد من الأفكار في تخات موتيزو إيزي، اللي هي تصفية المياه المستعملة. نعم. لكن احنا يحدثنا الفرق بين هذه بيننا وبين هذه المشاريع، انه كاين اللي يخدم بالتصفية المياه بواسطة مواد اخرى، اللي هي ممكن مواد كيميائية، ممكن دي فيلتر، ابارتيغ دي فيلتر. المميز في الامر انه المشروع نتاعنا نستخدموا ماده عضويه، اللي هي نخدموا استرجاع النفايات،
وفي نفس الوقت نصفيو الماء. تما رانا نخدمو في زوج اهداف اللي هو حمايه البيئه و ميم طون الامن المائي. نعم، هذه النقطه او هذا الحديث يقودنا للتطرق الى اهم التقنيات المستعمله في هذا المشروع. بالنسبة للتقنيات أو التكنولوجيا المستعملة في هذا المشروع، هو مشروع حاصل على براءة اختراع، حاصل على وسم مشروع مبتكر وكذا علامة تجارية. التكنولوجيا المستعملة هي تكنولوجيا منقسمة إلى قسمين، شق يعتمد على تكنولوجيا التغذية وشق يعتمد على الكيمياء الحيوية. كما قالت زميلتي في المشروع رانيا، المادة الماسة اللي نستخدموها في التصفية تاعنا هي مادة عضوية بدون مواد كيميائية. التأثير تاعها يكون فوري وما يحتاج الكثير من الوقت وما يحتاج autre procedure كيما المواد الكيميائية الأخرى. يعني الطريقة تكون سهلة وفي نفس الوقت فعالة، وفي نفس الوقت هو المهم أنها تكون صحية وذات جودة عالية. نعم، المشروع مر عبر حاضنة الأعمال، ربما نتحدث هنا عن أهمية حاضنة الأعمال في التأطير والمرافقة أيضا، خاصة لكما كشباب. بخصوص حاضنة الأعمال، أنا شخصيا نشوفها أنها المساعد واللي هي اللي ترسم المسار المشروع، لأنها تختصر علينا الكثير الكثير من المحطات. مثلا الإجراءات الإدارية، حتى أنهم يوفروا المكونين المختصين، ما انا نروح نحوس عليهم، هما اللي الحاضنه هي تتكلف بهم، وحتى انها جميل في الامر انها توفر كذلك الفضاءات للعمل. توفرنا فضاءات باش نخدموا لي برودوي، وكذلك تساعد في خاصه في الكوتي تاع النماذج الاوليه اللي هي اهم حاجه. يعني قبل ما نروح انا المستثمر لازم نقوم باعداد الخطه الماليه والبروتوتيب اللي هو النموذج الاولي، والحاضنه هي اللي راح تساعدنا في هذا في انجاز هذه الخطوات. امل، اكيد لديكما تصور للترويج وتسويق هذا المشروع، هل يمكن يعني اعطائنا فكره حول العمليه الاتصاليه وطريقه ترويج هذا المشروع؟ بطبيعة الحال، بما أنه رانا في عصر التطور، فيمكن القول أنه الطريقة الأساسية للترويج لأي مشروع من بينهم المشروع تاعنا هي الاعتماد على مختلف وسائل الميديا، مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا مشاركة في مثل هذه المؤتمرات وفي مثل هذه المناسبات إذا يمكن القول، لأنه من خلالها راح نتعرف كما قال زميلتي على مختلف المؤسسات الفاعلة في نفس المجال تاعنا، راح نقدروا من بواسطتها انه نديروا بالك اتفاقيات، بالك شراكات، وايضا بالك نتعرفوا على طرق اخرى باش نديروا التسويق والتعريف بالمنتج تاعنا. رانيا بوقفة، ما هي الرهانات المستقبليه وما هو برنامجكم ومشروعكم المستقبلي؟ بخصوص مشروعنا المستقبل، هو طموح كبير. أول هو تحقيق الأمن المائي في الجزائر. وثاني حاجة هو إحنا هما شباب الجزائر، إحنا اللي رانا راح نساهموا إن شاء الله في الاقتصاد الجزائري. طموحنا هو تسويق هذا المنتوج لخارج دول الجزائر، باش نرفعه من الاقتصاد الدولة. وكذلك عندنا طموح آخر اللي هو المواصلة في الأبحاث، باش نوصلوا لمرحلة إنه المياه هذه تصبح صالحة للشرب إن شاء الله. نعم، أمال، التحديات كبيرة ولكن أيضا الرهانات أرحب وأوسع. صحيح، تحديات كبيرة وكثيرة، وبلك إذا راح نعدوهم ما نشح نتوقفوا، ولكن كما قلتي الرهانات على المشروع هي الأهم، أنه الثقة في المشروع والإيمان بأنه مع التسهيلات أيضا اللي رانا نشوف فيها، مع الفرص اللي راهي تمنح لينا كمثل هذا المؤتمر، كمثل أيضا البروغرام Algerian Green Tech، إن شاء الله راح تكون الكثير من النجاحات لنا ولغيرنا مستقبلا. شكرا جزيلا لك رانيا بوقفة، الشكر موصول لك أيضا أمال ودفل، أنتما صاحبتي مشروع مؤسسة ناشئة ومشاركتين أيضا في المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، وكل التوفيق لكما. شكرا. شكرا سيدة على الاستضافة الكريمة. شكرا. إذن مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج ما بعد المنتصف. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.